نعم. ما حكم لبس الحرير للرجال وما الدلالة على ذلك؟ لبس الحرير للرجال. نعم. ما حكم؟ حكم لبس الحرير على الرجال حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، إلا إذا كان هناك ضرورة بأن لم يجد الإنسان سوى ثوب الحرير فلا حرج أن يلبسه حتى تزول ضرورته، أي حتى يجد ثوبا مباحا. نعم. إذا وجد إذا كان ضرورة لا بأس يلبس، مثل الإنسان ما ليس معه ثوب إلا حرير. دلالة شلون؟ أتي حديث سمعته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. نعم.